بكل تأكيد تصريح السيد عباس عراقجي بالأمس قال أنه لا يستطيع أن يتبع مستقبل الرئيس بشار الأسد في كثير من بداية التململ الإيراني مما يحدث في سوريا. لديها مخاوف كثيرة لأنها ترى بالفعل أن تواجدها في ظل حالة الضبابية في المشهد العسكري والسياسي داخل سوريا سيعرضها لإمكانية مواجهة مع إسرائيل، وستستغل إسرائيل الفرصة لإمكانية أن يكون هناك بالفعل قصف باتجاه كل المواقع الإيرانية والجنرالات الإيرانيين وحتى القوى الضاربة في إيران الإيران في داخل سوريا، لأن هناك بالفعل ساحة مكشوفة الآن أمام العمليات العسكرية لا تستطيعين أن تحددي من سوف يطلق النار على الطرف الإيراني، هل ستكون مع هيئة تحرير الشام الفصائل المنضوية تحتها، هل ستكون إسرائيل، كل هذه الأمور حتى حالة الضبابية داخل المشهد العسكري في سوريا جعل إيران تفكر كثيرا، ولم يعد لديها درجة كبيرة من المحفزات لإمكانية التعاطي بقوة مع نقل قوات، كما قالت إيران أنها إذا طلبت منها الجانب السوري عندما كان عباس عراقجي في دمشق يوم الأربعاء الماضي، إذا طلبت السلطات السورية نقل قوات إلى إيران إلى سوريا سنوافق وسندرس الأمر. أعتقد سندرس الأمر يخضع لإمكانية مناقشات بين أخذ ورد من قبل السلطات الإيرانية، وإن كنت أرى أن الحرس الثوري وكثير من القيادات حتى داخل إيران غير متحمسين في هذه اللحظة لإمكانية التعاطي عسكريا مع المشهد داخل سوريا، لأن هناك ساحة مكشوفة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتوقع ردود الأفعال سواء من قبل الجانب الأمريكي أو القوات الأمريكية أو حتى القوات الإسرائيلية، وبالتالي الجانب الإيراني يفكر كثيرا رويدا بعدم التسرع بإرسال قوات، وربما سيسعى إلى سحب قواته بشكل تدريجي ممنهج خلال الأسابيع والأيام القادمة، لأنه لا يضمن ألا تتعرض قواته في داخل سوريا لأي من القصف أو النيل أو التنكيل، وبالإضافة لأنها تسعى لإمكانية أن يكون هناك تشكيل تحالف دولي سياسي أفضل من العمل العسكري، لأنها ستجد نفسها خاسرة في هذه المعركة، خاصة أن أصابها كثير من الضرر وأزرعها نعم بعد الحرب في غزة وبعد الحرب في جنوب لبنان. نعم طيب سيد أشرف، يعني في ظل الأحداث المتواترة والمتسارعة في الداخل السوري، هناك مراقبون يقولون بأن المجتمع الدولي يتعاطى بشكل بطيء جدا مع هذه المتغيرات السريعة، فلماذا برأيك؟ كما قلت لحضرتك وأؤكد تكرارا أن بالفعل هناك تحرك سياسي بطيء، العمل العسكري على الأرض أسرع وتيرة مما يحدث فيما يتعلق بالمساعي السياسية، لأن هناك بالفعل درجة كبيرة أو نظرة حاكمة للجميع وهي أن يكون هناك بالفعل ترقب وانتظار وتريث لما سوف تسفر عنه العمليات على أرض الواقع. لا توجد طرف عربي أو إقليمي أو دولي حتى أصدقاء سوريا الروسي والإيراني في إمكانية أن يكون لديهم درجة كبيرة من الاندماج والتعاطي عسكريا بقوة وزخم داخل الأراضي السورية في انتظار أن يكون هناك بالفعل موقف عسكري أو يحدد طبيعة ما سوف تسفر عنه العمليات العسكرية في المرحلة القادمة، هل سيتمكن هيئة تحرير الشام وغيرها من بعض الأطراف المنضوية تحتها على دخول حمص ثم بعد ذلك اللجوء إلى تهديد ما يعرف به الأراضي في دمشق. كل هذا الأمر ورد بقوة، حتى أصدقاء الأوائل رئيس بوتين والإدارة الكريمة قالت أنها بالأمس أنها لن تستطيع أبلغت النظام في سوريا أنها لن تستطيع التعاطي بشكل كامل، لكنها بشكل محدود لأن لديها انشغالات أخرى، في إشارة إلى الحرب مع أوكرانيا ومواجهة ما يعرف بالناتو في هذه المعركة بلغت الأهمية مع ظل إدارة أمريكية جديدة تترقب أن يكون لديها دور فيما يتعلق بوقف الحرب في أوكرانيا، وهي تريد أن تخوض في معارك جانبية حتى لا تخسر كل أوراقها في وقت واحد. نفس الوقت الإيرانيين يتململوا ويتراجعوا، وحزب الله حتى الذي كان لديه درجة كبيرة من الحضور في سوريا واستطاع ان يصد ويمنع سقوط النظام على مدار 10 سنوات الماضيه، نعم الان متراجع ومتخاذل ولديه درجه كبيره من التفتت نتيجه حربه الطويله مع اسرائيل في الاونه الاخيره التي سقط فيها كثير من قيادات الجيل الاول والجيل الثاني، وليس على استعداد لمواجهه كثير من هذه التحديات داخل ارض سوريا او الاراضي السوريه باعتبارها انها ساحه مكشوفه لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون هناك ضمان لنصر اي فريق من الفرقاء الذين يتعاطون عسكريا مع الساحه، وبالتالي العمل السياسي سيظل بطيء إلى أن تحدد وجهة ماذا سوف يحدث على الأرض عسكريا، وبعدها سيكون لكل حادث حديث.